مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تكثف الفرق البيطرية بولاية البويرة من خرجاتها للكشف عن وجود أي أمراض قد تصيب الماشية، خاصة بعد تسجيل حالة إصابة بداء الحمى القلاعية عند الأبقار والتي لم تنتقل إلى الأغنام. احنا كي تنقل من ولايه لولايه بشهاده طبيه بالدرك الوطني بكل شيء كاع يتعلموا به ويجي فيه مام طبيب ثم منين ترفدوا يعطيك شهاده طبيه. فيما يخص الحمى القلاعيه احنا الابقار تاعنا سليمه ومخضوعه لكاع اللقاحات تاعها. قمنا بتحديد نقاط البيع على مستوى الولاية والتي تم تحديدها ب 22 نقطة بيع على مستوى 18 بلدية. فيما يخص مرض الحمى القلاعية، يعني نعلمكم بأن في ولاية البويرة لم يتم تسجيل أي حالة مرض في وسط ماشية الأغنام. التدابير الوقائية ترتكز بالأساس على مراقبة تنقل قطعان المواشي ومدى احترام شروط النظافة، ولهذا تم تجنيد 42 بيطريا للإشراف على العملية. وعن كيفية التعامل مع أضحية العيد عدة نصائح وجب اتباعها. لازم ياخذ جميع احتياطات تاع النظافة، يكون المكان نظيف، الأيدي نظيفة، وكي يسلخ الجزره نتاعو لازم قلت لك ينحي الكرشه والمصرانه رابيدمون، وغير يكمل يقطعوا على اربعه يديروا في الفريجيد تفاديا لظهور هذيك الظاهره تاع اللحوم الخضراء. 7 مذابح سيتم تخصيصها لخدمه المواطن يوم عيد الاضحى المبارك بولايه البويره، وفرق بيطريه مناوبه تسهر على مراقبه عمليات نحر الاضاحي.